مقلوب اللي كان بيعملها موسيماني او قبليه مانويل جوزيه كان حسام غالي اللي بيعملها، هو اشتغل على الو ديانج وادى اريحيه لحمدي فتحي. طاهر في الاتحاد من السيل عمل ايه؟ طبعا بالظبط، بس امبارح كان متفوق على نفسه، متفوق على نفسه رغم ما هدفش، بس بيزيد. هقول لك على حاجه، في كوره لو رجعناها يا استاذ محمد تعرف مدى ذكاء الراجل ده وتركيزه. عبد الرحمن مجدي من ناحيه علي معلول راح لغايه جوه الصندوق وعملها بالعرض. مدبولي خط خطوه قبل اكرم، علي ديانج قام عامل زقه من ورا الاثنين وراح من ناحيه الباك رايت وهو مقتنع ان هو جوه السته ومفيش ربط ما بينه وما بين الشناوي ولا بينه وبين اكرم. هو عمل الصح، عمل المجهود الاوفر. انا فكرت في حاجتين، تركيزي عملت الغمزه من ورا اكرم ومن ورا مدبولي، ورحت عملت الشغل من جهه اكرم من جهه الباك رايت. حلو، يعني جينا لو كنا قلنا اول اختبار لكولر وجهازه المعاون واللاعبين وتغيير مراكز بعض اللاعبين، انت اشدت بمتولي، وكلنا فعلا اتكلمنا عن متولي ده من اللعيبه اللي هو عمال يعمل تطلع كره من رجله بصح. ايه تاني لفت نظرك في اول جوله للنادي الاهلي عشان بعد كده اطلع فصل؟ الروح ما كانتش موجوده خالص. ماتش اهلي واسماعيلي ما يحصلش فيه اول 8 هجمات باول 8 اهداف. الاهلي ضيع الشوط الاولاني 8 فرص، طاهر، عبد القادر، سافيو، شريف، متولي، عبد المنعم، اكرم، كل واحد راح بواحده. احنا تملي كنا بنقول الماتشات اللي زي دي يا بكره ثابته يا بكورنر يا بتسديده يا يعني حاجه اسمها ايه، واحد على واحد، وحاجه من الاثنين، يا عديت وجبت جون يا حصلت عرقله واتحسبت ضربه جزاء. غير كده الماتش امبارح كان ممتع من هنا ومن هنا، بس النادي الاهلي كان عنده ميزه الراجل ده عالجها، اللي هي ايه؟ الربط ما بين محمد عبد المنعم ومحمود متولي في الحته اللي ما بينهم، اللي دايما كان بيبقى اللي ما بينهم اللي كان بيبقى فيها مشكله ان هي بتتحط متولي واخد الجنب اليمين هو واكرم وطاهر، عبد المنعم واخد الجنب الشمال هو ومعلول وعبد القادر، محدش بيجي مكان حد، ولو متولي زاد يبقى لغايه قوس نص الملعب اللي عندي انا في نص ملعبي، محمد عبد المنعم لو زاد لغايه القوس ووفر الحته اللي كان بيعملها حمدي بيجي ياخد من تحت قوي عشان يبدا، لا خلى حمدي وديانج ياخدوا من نص الملعب، ما ياخدوش من التلت الهجومي لفرقه الاسماعيلي والتلت الدفاعي للنادي الاهلي. ما زال الحوار مستمر وما زال التحليل الراقي الممتع للكابتن عمرو حديدي، ولكن نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل باقي حلقة اليوم من ارمونتادا على شاشة قناة المهلي.